هدى واحد الحميزه واحده اخرى ما عرفتش واحد النقد واش شتيه ولا لا. شي مرات يتم يعني الناس كيشوفوك او كيعطيوك بعض المرات ملاحظات على مستوى الشكل. ديجا سمعتيها كنظن ماشي اول مره. لا عجبتني الشكل. الشكل يعني بعد ولكن انا والله ما مهووسه بالشكل ديالي. ودابا ديال غريب انا ماشي اخر عرفتي علاش ضحكت؟ لانني هذه اخر حاجه ممكن نخدم عليها هي الشكل ديالي. والو انت الشكل عندك غير يعني انا راه على اللي طلع على اتركه للطبيعه. على الطبيعه والله. دابا هذيك النهار كنا غاديين باش ناخذوا اللبسه ديال واحد البرنامج وكتقول لي يا سلفي راه تحط المراه هذه. كنقول لها اللبسه ديالنا كاينه راه غادي نمشيو غنلقاوها. بحال هذه راه كنتي كتستريس راه كتبقاي لانه ذاك الفكره انت خارجه تلقاي ولا ما تلقايش بحال كتضربي جوج احتمالات انهم اكزيستيو. تقدري تلقاي تقدري ما تلقاي. اكزاكتومون. دابا لا يعني انت مفرقه الطاقه ديالك في جوج ديال اللي انت كتركزي طاقتك في حاجه واحده. كنقول لها اللبسه ديالنا راه كاينه راه غنمشيو غادي نلقاوها. هذيك اللبسه اللي لبست ما كانش في ستوند ديال المعلقين. ملي شرحت لها قلت لها اللبسه اللي بغيتها تكون واسعه وفيها بحال الشكل ديال موجه ولا شي حاجه في الويد. مشات الفيستياغ داك فين ستوك ستوك فين تيحطوا ولقاتها شي ريزيرفي ولا ما عرفت. يا هي اللبسه ديالك بحال شي ايبونوز بحال شي بحال درتي قانون الجاد بحال. ولكن انا متيقه عندي مامنه انك غتمشي تلقاي اللبسه. الله يعطيك السر بلا ما تستريسي. انا راه اللبسه ديالي راه كاينه اصلا البرنامج مصور قلت لها غادي نمشي غير نعيدوا الاحداث ديالو دابا في العالم المادي. اش راه يخرج لنا شي وحده ودا انا خايف يخرج لي شي وحده من هنا. لا شوفي واحد سبحان الله سبحان الله. اذا نرجع لك للسؤال هدى على مستوى الشكل. كيقولوا على انك بعض المرات كتكوني جريئه. هي جرأه مقصوده هدى ولا انت هكاك انت اون بيرسون على حسب الحاله. ليتا ديسبري اللي انا فيها. ليتا ديسبري ديالي كتبغي الالوان بعض المرات باغي نلبس الكحل بعض المرات باغي نلبس على حساب هذيك هذيك الهاله اللي طالعه فيا. والجراه الجراه من لا ما عنديش انا ما تلقاش عندي شي حاجه فيها خدش الحياء مثلا او كتستفز المشاهد لانني انا ربما في هذاك السن المبكر ديال 18 19 عام. ولكن ملي كنكونوا مثلا في الصيفيه في الصيف مع العائلات ديالنا ولا شي حاجه راه الصيف كتلبسي شي بغوتيل مثلا عادي جوب ولا في التلفزيون. ماشي عاوتاني انا كندعم ان تكوني مستوره ولا شي حاجه على حساب راه الحياء كاين في الوجه الحياء كاين في العينين. عندنا واحد المثل المغربي تيقول لك كتاكلي عينيها كتاكل من المقله. عينيها كتاكل كتاكل من المقله من المقله يعني عينيها عينيها كيدوروا فهمتي. وكاين اللي كتلقايها لابسه ولكن البراءه اللي كاين على وجهها ما كتصدرش واحد الايحاءات بعينيها ولا تدير بحال هكا. انسانه كتحسي انها هي لابسه شي حاجه اللي مثلا ديكولتي ولا شي حاجه ولكن هي وجهها بريء. فممكن نقولوا على علي انا ممكن في هذه المساله هذه. واضح الجواب عجبني هذا الجواب هدى فعلا لان حنا بزاف د المرات كنحكموا على الناس من المدار ديالهم وكنعتبروا ان الانسان مثلا اللي عنده واحد الجرأه على مستوى الشكل راه هذا كيعني واحد الحلال ولا لا لا ما يمكنش بالعكس. جمال جمال الله جميل وخلق الجمال والمرأة جميلة وهذا راه بين هذاك قلة الحياة سمحي لي بين شي حاجة اللي سميتها أنا يا ماشي كنبرز على حسب الفكر ديال الإنسان. واش هو إنسان معقد واش إنسان اللي عنده مكبوت واش إنسان اللي كيكره يشوف الجمال مثلا. أما باش يكون يقول على أن هذاك كيستفزوا ولا انه غير. كنشوف بانه بالعكس